وجه رئيس الوزراء إبراهيم محلب الحكومة وأجهزة الدولة كافة بتكثيف الحملات المرورية والخدمات الأمنية في كافة المواقع على مدار اليوم لضبط مخالفات السائقين ومنع استغلال الركاب برفع التعريفة والسيطرة على المواقف العشوائية مع دراسة إيجاد أماكن بديلة لها. وطلب رئيس الوزراء بضرورة انتهاء المحافظات من وضع ستيكر على السيارات وفي المواقف يوضح خط السير والتعريفة الجديدة وكذلك زيادة عدد رحلات أتوبيسات النقل العام. كما وجه محلب خلال الاجتماع الذي عقده لمتابعة الإجراءات التي تتخذها الحكومة لضبط الأسواق ومتابعة الحالة المرورية بضرورة القيام بحملات مشتركة للأجهزة المعنية لمراقبة ومتابعة الأسواق بشكل مستمر لضبط مخالفات رفع الأسعار. وشدد المهندس محلب على ضرورة وجود المسؤولين في جميع المواقع الميدانية لحل أي صعوبات تواجه المواطنين، مؤكدا إصرار الدولة على مواجهة المخالفين والمستغلين بكل قوة.